بعنوان بوابة كنحو الابتكار والتجارة، أعلنت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي عن انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا لعام 2023 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 7 إلى 10 من يونيو المقبل بالقاهرة. أعتقد أن هذا المؤتمر بيستعيد بشكل كبير جدا الريادة المصرية في قطاع الدواء والتكنولوجيا الطبية. طبعا السنة اللي فاتت كان قرابة 50,000 مشارك ووفود كانت موجودة من مختلف الدول الأفريقية، وأيضا وفود كانت موجودة من عدد من المنظمات الصحية الدولية. أعتقد السنة دي المستهدف أن احنا نزيد أكتر، المستهدف أيضا أن هذا المؤتمر في نسخته الثانية يكون موجود بشكل أشمل. الهدف من المؤتمر ده هو أن تتلاقى شعوب أفريقيا وتتلاقى دول أفريقيا لتحقيق المصلحة المشتركة لكل دول القارة من خلال تبادل الخبرات، تبادل المعرفة، التبادل التجاري والاقتصادي على مستوى القطاع الصحي. يأتي أهمية المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في إطار تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقارة الإفريقية. هذا المعرض بيتاح لنا فرصة أن التعارف على الدول وزيارات الدول من جهات رسمية وحكومية لهذا المعرض، ينتج عنه تقارب ما بين احتياجات هذه الدول بالإضافة لمعرفتهم لإمكانيات مصر. الحقيقة كان لي فيدباك إيجابي علينا كلنا، لأنه بنتواجد فيه وبنقابل الوكلاء بتوعنا، وكمان اكتسبنا بعض العملاء الجداد وابتدينا نوقع بعض الاتفاقيات التوريد والحاجات دي كلها، فكان فرصة لينا ان احنا نزود النشاط ونزود العملاء، وكمان الدنيا كلها تعرف قد ايه الدواء المصري بالجودة والكفاءة اللي تساعد، الى جانب طبعا السعر المناسب. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تارجت ان احنا نحقق 100 مليار دولار في الصادرات قطاع لكل مصر. القطاع الدوائي مهم جدا فيه، احنا دلوقتي تقريبا السنة دي محققين حوالي 1 مليار، وعايزين ان احنا نصل الى 3 مليار ان شاء الله السنة بخلال لغاية 25، وبعد كده ان شاء الله في 30 نصل ل 10 مليار بإذن الله. يعد المؤتمر والمعرض فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية، مع حرص كبرى الشركات العالمية على المشاركة به بالاستكشاف الفرصة المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحي في إفريقيا. من مصر ياسمين جبريل.